مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم بدنا نعطيكم تحديث عن فيروس الكورونا وآخر المستجدات. وصل طبعا الرقم للأسف إلى أكثر من 42 ألف مريض في حول العالم. وصل هذا الفيروس لأكثر من 25 دولة حول العالم. اليوم الصين أعلنت أنه في حوالي 29 حالة من الأجانب المصابين داخل الصين، منهم حالتين وفاة وكم حالة تعافوا والباقي تحت العلاج، منهم واحد من أبناء الجالية الفلسطينية، طالب بدرس كان في مدينة ووهان لا زال تحت العلاج. طبعا الشيء الجديد اللي أنا عملت محاضرة البارحة، إذا بتحبوا تروحوا على القناة وتحضروها، هي ساعة وشيء باللغتين الإنجليزي والعربي، ممكن تطلعوا فيها على معلومات وآخر التحديثات اللي كانت موجودة. لكن بشكل عام يمكن كثير ناس صار عندها معلومات عن الفيروس. بدي أحكي إنه في شيئين جديدين في هذا الفيروس أثبتوهم العلماء، إنه مش بس عن طريق الريسبيراتوري سيستم أو عن طريق جهاز التنفس بينتقل الفيروس، بل ممكن إن ينتقل عن طريق العين. فعشان هيك لازم تكونوا حذرين جدا جدا بعدم لمس الأسطح، بعدين لمس الوجه بشكل عام والعينين بشكل خاص. التسلسل الجيني لهذا الفيروس أظهر أنه جزء منه هو عبارة عن ريجولر فلو، جزء منه اتش اي في، وجزء منه بيشبه السارس، وجزء منه غريب جديد. فعشان هيك الآن عم بيحاولوا يستخدموا كومبينيشن من هذه الأدوية اللي بتسيطر على هذه الفيروسات. يمكن سمعتوا انه بدوا يستخدموا الادويه تبعت الاتش اي بي، وهذا السبب ليش عم بيستخدموا هالادويه. الى تاريخه لم يظهر علاج مؤكد لهذا الفيروس. لا ينسون ولا لوتوس، زهره اللوتوس، ولا بطيخ، كل هذا الحكي لا تصدقوا. أهم شيء تقووا مناعتكم، ما تلمسوا الأسطح بشكل عام، تغسلوا إيديكم كويس، ما تلمسوا وجهكم. هاي أهم الشغلات اللي ممكن تسووها عشان تكونوا يعني محصنين إن شاء الله ضد هذا المرض. طبعا الحكومة الصينية الآن عم بتقوم بأشياء جديدة وغريبة. سمعنا في أحد اللقاءات مع الدكتور علي الوعري صديقنا من ووهان، إنه الحكومة بدأت تضع الأكل تحت المنازل، والناس بتنادي عليهم بالميكروفونات، الناس تنزل بتأخذ الأكل اللي بتحتاجه وبتطلع، عشان يحاولوا يحدوا من كمية الناس اللي بتروح على الأسواق. في أسواق مفتوحة، مش كل شيء موجود طبعا، في فقر، بس الناس مش ميتة من الجوع، يعني في أكل. مش شرط انه يعني تلاقي سبانخ، بس راح تلاقي خضرة تانية، مش شرط انك تلاقي كل انواع المعجنات، بس راح تلاقي الشغلات الاساسية اللي تعيش فيها. طبعا الحكومة الصينية الآن عشان برضو تحاول انها تحد من هذا الفيروس، بدأت تستخدم طائرات الدرون، الطائرات المسيرة اللي بدون طيار، بحطوا فيها جهاز بقيس درجة الحرارة، بطلبوا من جميع السكان يطلعوا على البلكونات وبقيسوا درجات الحرارة، وفي ترانزميشن دايركت بنزل للموظف اللي تحت، بسجل درجات الحرارة يوميا أو خلال الفترة. فهذه طريقة جيدة بحيث انه ما ينتقلوا. انتشرت فيديوهات انه الحكومة الان عم بتحاول انه تأخذ الناس المرضى وتوديهم على الحجر الصحي، وهذا صح، واتوقع انه ما في مشكلة. للأسف الناس طبعا شفتوا في فيديوهات عم بتحاول انها ما تروح معهم لانهم خايفين، لكن اذا ضلوا هذا في البيت ونزل لا سمح الله وبس كبس كبسة الأسانسير، شوف كم واحد ممكن رح يعدي. فأكيد الحجر الصحي أفضل شيء. طبعا
طائرات الدرون برضو استخدموها، حاط لكم هلا فيديو، استخدموها عشان يحكوا للناس لازم تلبسوا كمامة طائرات الدرون في الشوارع. بتشوف الناس اللي بدون كمامة بتيجي بتحكي معهم، في طبعا واحد شايفهم عن طريق المايكروفون بيحكي انه لو سمحتي روحي على البيت والبسي كمامة. طبعا هذا برضو طريقة للحد من انتشار الفيروس. استخدام التكنولوجيا شيء مهم دائما، وبنحكي احنا الدول المتقدمة دائما تستخدم التكنولوجيا في الشيء الصحيح. هذه التكنولوجيا اللي عم بيستخدموها الآن الصينيين بالطريقة الصحيحة، عم بيستخدموا أيضا روبوتات لتوصيل الأكل في المستشفيات عشان ما يعرضوا العمال في المستشفى لأي إصابات، فعم بيحاولوا يستخدموا الروبوت في نقل الأكل للغرف. للفكاهة طبعا الوضع مش سهل، لما تكون انت جالس في حجر صحي لمدة تزيد عن 15-16 يوم. لي صديق في ووهان بحكي لي انه الحمد لله عم بنام كويس، اخر 24 ساعة نمت 72 ساعة. فهذا يبين لك انه قديش عم بناموا، لانه ما فيش شيء تسويه. يعني يا بدك تقعد تحضر تلفزيون، خلصوا الأفلام، إذا بتحضر أخبار كل الأخبار هذا، فالوضع شوي صعب. يعني الناس الآن بدأت تطفش، بدأوا يعملوا شغلات فكاهية وفيديوهات فكاهية، حط لكم بعضها هون. طبعا التأقلم مع الوضع الواقع شيء مهم. الصينيين بيحبوا الرقص، يمكن كل اللي راحوا على الصين شافوا، خاصة الكبار بالسن بتلاقيهم بقوموا برقصوا الحركات هاي البسيطة. فراح أورجيكم برضو فيديوهات ناس عم ترقص في المستشفى. آخر فيديو راح أحط لكم إياه هو المنظر مؤلم جدا 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 لعجوز هو وزوجته في المستشفى، ماسك إيدها وبيحكي معها. المنظر طبعا صعب جدا، عشان هيك إحنا بنحكي الله لا يورجي هذا الفيروس لأحد ولا يصيبه لأحد، وإن شاء الله نشوفكم على خير. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.